سرق 30 بنكه ومشى يحقق في الجريمه. كيفاش البلان؟ تبع معايا الفيديو باش نكتشفوا القصه ديال اليوم ونعرفوا شكون اللي دار هذا الفيديو. اندريس ساندر واحد المواطن اللي تزاد في افريقيا وكبر فيها وغادي يخدم فيها. اندري كان من نوع ديال الناس اللي طاغي وعاجبو راسو بزاف لحقاش كان بلق بين قوسين ذو بشره بيضاء، وكان كينتمي لواحد العائله معروفه نظرا لان بواه كان واحد بوليسي معروف. فبهذا السبب حتى اندري غادي يولي بوليسي لحقاش بواه بغى يتبع الحرفه ديالو، وخا اندري كان رافض نهائيا الفكره ديال انه يخدم مع المخزن او يكون بوليسي. ولكن بواه بزز عليه وغادي يخدم اندري في الشرطه ديال افريقيا، وبالضبط غادي يكلفوه بالتحقيق ديال الجرائم اللي عندها علاقه بالسرقه وبالقتل. اندري كان من نوع ديال الناس اللي عزيز عليهم الزهو والنشاط، لذلك الحياه ديالو كانت ما مستقراش، وكان عنده واحد الولد غير شرعي اللي ما كيعترفش به وما مسوقش ليه وما كيحاولش يجبد نهائيا هذا الموضوع او يفكر فيه. فبقى اندري جالس واحد النهار مع راسو وكيفكر وكيشوف، وقال واش هادي الحياه اللي كنت باغي نعيشها فاش نكبر؟ اولا فهمتي واش هادي الحياه اللي غادي نبقى عايش من دابا حتى غادي نموت وانا مبقى داير بحال هكا؟ فبقى كيفكر وقال لا، ماشي هادشي اللي كنت كنتمنى في صغري. وهو يبقى كيفكر كيفاش يدير يجيب العاقه بشي طريقه اللي سهله وتجيب الزربه وميم طون فهمتي ما تخلقلوش المشاكل. فهنا بدات الفكره ديال ان اندري غادي يولي واحد شفار كبير اللي ما غاديش يعقو به حتى دوز 3 سنين. المهم كملوا معايا القصه ما نحرقش لكم مراحل. فهنا اندري غادي يخطط الاول سرقه ديالو، غيكون جالس في العمل ديالو كالعاده، جالس عنده التحقيق والاعمال اللي خصو يديرها. فغادي ينوض غادي يكلف احد الاصدقاء ديالو بداكشي اللي عنده وغادي ينوض يسافر لواحد المدينه قريبه فين كيسكن هو. غادي يتنكر نهائيا، يبدل ستيل الشعر ديالو، غيدير الحياه، غادي يبدل ستيل اللباس، السلاح، ويقصد اول بنكه بانت ليه. هنا فين كتكمن ان اندري بكثرش ما كانش عنده تجربه في التحقيق ديال جرائم السرقه، فاكتسب خبره كبيره ولا عارف كيفاش يسرق اولا كيفاش يقتحم البنوك وما يخليش الدلائل موراه. فهنا دخل بسهوله، هز السلاح ديالو، قصد الناس ديال البنكه، هز عليهم السلاح، عطاهم الساق، قال لهم عمروه بفلوس، عمروه خرج، رجع للمدينه ديالو، رجع للستيل ديالو، حيد داكشي اللي تنكر به ومشى للخدمه عادي. البوليس وصلاتهم الاخبار، بطبيعه الحال شكون غادي يكلفو؟ غادي يكلفو اندري حقاش هو اللي عنده علاقه بهادشي ديال السرقه والقتل. فمشى اندري كيف ما كنقولوا بوجه احمر لمكان الجريمه وغادي يبدا التحقيق ديالو، بحال اللي ما عمرو انه جل داك المكان، غيسول الناس وكدا وكيحاول فوق ما باش يبدو شي حاجه اللي غادي توصلهم انه هو اللي سرق. كيبعدها لحقاش كان هو اللي كيحقق في داكشي، دونك كان كيدير ما بغا. مشات ليام، مش كنخليوها، وجات ليام واندري شبعان فلوس تيسرق مع راسو، سرق اكثر من 30 بنكه لدرجه انه كان بعد مرات فقط البوز ديال الخدمه ديالو كيمشي يسرق ويجي بلا ما يسيق ليه حتى واحد الخبار، وكيكلفوه دائما بالتحقيق ديال هاد السرقات، وكما العاده كيبعد على راسو كاع الشبهات والدلائل. ولكن اش خلاها ولد الشرقي طرق الحرام ما كتسلكش، يا اما كدك للحبس يا اما كتموت. واليوم في القصه ديالنا اندري غادي يعيشهم بجوج، فلهذا كملوا الفيديو باش تكتشفوا كيفاش غادي يعيشهم بجوج. اذا سنه 1980 اندري غادي يحصل في السرقه ديالو اللي غادي يدير داك النهار، فالخبره ديالو ما غاديش تنفعو هاد المره وغادي يحصلوه وغادي يجبدوا عليه كاع الجرائم اللي دار وكاع السرقات اللي دار، غادي يعيقوا به وغادي يجبدوهم ليه، وكل شيء غادي يتصدم فيه، لا الناس اللي خدامين معاه، لا عائلته، لا المواطنين اللي في المدينه ديالو، كل شيء غادي يتصدم. اوه كيفاش المحقق اندري ساندر
اللي كل شيء كيحترموه، كل شيء يعرفوه انه واحد الشرطي اللي معروف يكون شفار بحالك، فتصدموا الناس. وحكمات عليه المحكمة ب70 عام ديال الحبس، سجنا نافذا ما فيهاش شكوك، ما عندوش منين يهرب. 70 عام. فأندريه مشى للحبس ودخل تما، وبما انه كان خدام مع داك الشيء ديال المخزن وكان محقق، يعني عنده كثرة الملاحظة وعنده تجربة كبيرة في انه كيفاش التواصل مع الناس وداك الشيء. دخل فبدا كيدير صحاب، وغادي يتصاحب مع واحد الجوج، وغادي يعيق بهم انهم كيخطوا باش انهم يهربوا. فبذلك اندري غادي يتعاشر معهم وغادي يقول لهم انا معاكم في هذا البلان وغادي نهربوا كاملين. بعد ما دخل اندري 3 سنين للحبس، عايجي النهار اللي غادي يهربوا فيه هو ودوك جوج صحابو، ومن طبيعة الحال غادي يتمكنوا من انهم يهربوا وغادي يعلقوا من الحبس، غادي يخرجوا وغادي يبدا عاوتاني اندريه ودوك جوج صحابو في السرقه. ولكن هاد المره غادي يحترف في السرقه، يعني يولي العمل الوحيد ديالو شنو هو، هو يسرق البنوك. فكان هو ودوك صحابو كيسرقوا بعد مرات اكثر من 4 البنكات في النهار. تخيلوا معايا كميه الفلوس اللي كانوا كيسرقوا، 4 البنكات في النهار راه ما سهلاش. ولكن كيف ما ذكرنا قبل، طريق الحرام ما كتسلكش، فغيجي واحد النهار اللي غادي البوليس يحاصروا ديك البنكه اللي يكونوا داخلين فيها اندريه وصحابه، وغادي يكبتوها قرطاس، واندريه غادي يموت وصحابه غادي يشدوا من البوليس وغادي يرجعوا للحبس. اذا هنا كانت هذه هي القصه ديال اندريه الشرطي، او لا المواطن الافريقي اللي كبر وتزاد في افريقيا وخدم فيها وتمكن انه يشد مكانه في العمل ديالو، ومن بعد خرج على راسه انه تبع واحد الطريق اللي ما مزياناش. فبهذا نكونوا سالينا القصه ديال اليوم والفيديو ديالنا. الا بغيتونا نبقاو نعاودوا لكم قصص ديما ونجيبوا لكم قصص اللي غراب او لا قصص اللي في شكل، فما تنساوش ديما لايك وسبسكرايب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم، وخليونا كومونتير سواء شي حاجه ما عجبتكم سواء اللي عجبناكم، قولوا لنا داكشي زوين. وشكرا لكم بزاف حتى كملتوا الفيديو. نتلاقاو في قصه جديده وفيديو اخر ان شاء الله. شكرا.